مجالات ديال التعليم في المجال ديال التعليم والادارات اللي مروا. السؤال المطروح علاش حنا بقينا في هذه الازمه اللي هي بسيطه اننا غنسحبوا واحد النظام اساسي او نعالجوهم ونجلسوا بلا ما نوصلوا لهذا المستوى اللي كنا الاجابه عليه. هذا واحد. جوج، الا يحق لنا ان نكرم اساتذتنا الكرام تكريما يليق بالمستوى الذي يقوم به داخل المؤسسه التعليميه؟ راه الاستاذ 40% يبيت الليل يسهر عن التصحيح ويضل اليوم يحضر للدرس ومجموعه من الورق ومن اللاعات الاخرى اللي غنهضروا عليها، لا يليق بنا ان نعامله هذا الاستاذ بهذه الطريقه. هذا هو، هذا جد. ثالثا، حنا راه عندنا وليداتنا الله يكثر خيرهم، وليداتنا حنا كجمعيات ديال الاباء، زين العابدين هذا ابو زبيده رئيس جمعيه الاباء ديال مدرسه الاطلس الكبير بالعيايده. الاباء والامهات تيجيوني للدار يوميا من نهار اللي بدا الاداره، تيقولوا لي ما درتي معنا والو السي زين العابدين، راه خصك تخوي من الجمعيه ما تبقاش الجمعيه. اش بغيتي ندير لكم انا الاساتذه الكرام؟ اش بغيت ندير لكم انا؟ قلنا لهم عبرنا بكل الوسائل الحضاريه من اجل باش نطلعوا الساده الوزراء وخصوصا وزير التربيه الوطنيه باش نبلغوه بان المغاربه يعدون بالنواجذ على امن وطنهم، لا يريدون ابدا ان يخرجوا للشوارع، لا يريدون ان يشوهوا سمعه بلادهم. المغاربه كلهم من طنجه حتى الغويره حريصين اشد الحرص، ولو يقتلون في الشوارع لا يريدون لامنهم ان يتحول الى فوضى. ولذلك فانا اسجل اليوم والتمس بمساعده العامل ان تبلغوا وزير التربيه الوطنيه ورئيس الحكومه بان هذا النظام الاساسي راه في الحقيقه سبه في حق المغرب، والله العظيم سبه ظلم وجور في حق المغرب، وراه يهين المغاربه من اصغرهم الى اكبرهم. علاش؟ لانه صنع فيهم فوارق. هناك فريق يؤدي على اطفاله في التعليم العمومي في التعليم الخصوصي، وهناك فريق اخر يموت يوما بعد يوم بعد ما كيشوفوا ولياته تيبكي وحده، ابي علاش ما تدينيش المدرسه الحره انا وتخلص عليا انا كويس؟ وليدي باش غنديك انا ما عنديش؟ واش انت تبكيكم جهه الخطا؟ سامحوا لي سيدي عامل الاغا راح تعطي درس وفنيا لان تاثرت كثيرا، سمحوا لي الله يكثر خيركم. ولذلك انا بقيت كلمه واحده، بغيت نشكركم سيدي العامل على الكلمه اللي افتتحت بها بان هذا مجلس ديال التواصل، وهذا التواصل مطلوب عندنا في العمليه التربويه. التواصل ديال الاباء داخل المدارس وداخل مجالس التدبير وداخل هو الذي ينتج مجموعه من المسائل الايجابيه. والسيد المدير الاقليمي الله يكثر خيره كان من هذه الاشياء استدعانا الى مكتبه كرابطه ديال التعليم العمومي وجلسنا معاه في اطار التواصل، وكانت نتائج ايجابيه. كانت مجموعه ديال الاباء كانوا غيخرجوا للشوارع، وطلبنا منهم وترجيناهم وقلنا لهم الله يجازيكم بخير نزول عند طلب ديال السيد المدير الاقليمي، ارجوكم ما تخرجوش، ولكن راه بلغ السيل الزوبه. فلهذا السيد العامل كنشكروه على هذا التواصل، ونتمنى ان هذا التواصل يبقى مستمر، وحنا مستعدين، حنا راه الاشاره، حنا طوع إرادة، حنا مع سيادة العامل ومع جميع الأطر التربوية اللي كتهدف إلى الرفع من مستوى ديال التعليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.